وبهذه المناسبة رعى سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم احتفال الوزارة بذكرى يوم الشهيد، والذي أقيم بصالة الوزارة بمدينة عيسى تحت شعار شهداؤنا في عيون أطفالنا، بمشاركة 220 من طلبة المرحلة الابتدائية والطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة من 57 مدرسة. واطلع الوزير على معرض فني طلابي تضمن رسومات معبرة عن يوم الشهيد، ثم تم تنظيم كتلة بشرية بالأعمال الفنية الطلابية، كما قدمت مدرسة الجابرية الثانوية الصناعية للبنين معزوفة موسيقية وطنية، وألقت الطالب رزان محمود من مدرسة الحد الثانوية للبنات قصيدة شعرية بهذه المناسبة. وفي كلمته خلال الحفل أشاد الوزير بما عبر عنه الأبناء الطلبة من معان وطنية في ذكرى شهداء الوطن الأبرار، مؤكدا اهتمام الوزارة الكبير بالأنشطة الطلابية باعتبارها جزءا مكملا للمناهج الدراسية من حيث دورها في تعزيز القيم والمعارف التربوية، إضافة إلى تنميتها للمواهب الطلابية في شتى المجالات، ما أسهم في تحقيق العديد من الإنجازات المشرفة لطلبة المملكة. ثم قام الوزير بتكريم لجنة تحكيم مسابقة الاحتفال والطلبة أصحاب الأعمال الفنية الفائزة والمشاركين في مختلف الفقرات. ويأتي تنظيم هذا الاحتفال للعام الثالث على التوالي مساهمة من الوزارة في تخليد ذكرى شهداء المملكة عبر حث الأبناء الطلبة على استخدام مواهبهم وإبداعاتهم الفنية للتعبير عن أصدق معاني الحب والتقدير والعرفان لهذه النخبة المخلصة من أبناء الوطن. إن هذه الفعالية تأتي ضمن فعاليات عديدة تنظمها وزارة التربية والتعليم وكذلك المدارس، لها دور أساسي على هذا الصعيد في مختلف محافظات. نجد أن هذه الأنشطة تعزز قيم المواطنة عند الطالب والطالبة، فنحن في وزارة التربية والتعليم نقدر هذا الجهد الذي يبذل على صعيد الأنشطة الطلابية لكي يعزز الكتاب المدرسي وما يحتوي عليه من برامج أو مواضيع مختلفة في الكتاب والنشاط، يشكل دعامة أساسية في عملنا اليومي. لا شك أن مملكة البحرين في العهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه قطعت شوطا كبيرا على الصعيد التنموي، وحقق التعليم علامات مضيئة تشهد بها التقارير الدولية التي على أساسها تقيم الدول بموضوعية وبمهنية. فاليوم احنا نحتفل بمناسبة وطنية، هذه المناسبات ستظل في الذاكرة علامة مضيئة نحو الأمام وتقديم كل ما من شأنه خدمة وازدهار مملكة البحرين.